اكو محل، هذا المحل هو محل للزجاج، محل ابو ايش؟ ابو حسن. شلونك ابو حسن؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الحمد لله ان شاء الله زين. بخير. معنوياتك عاليه؟ لو هسه انا قلت لك ادخل معاك برهان. نعم. تدخل ان شاء الله؟ تدبرها؟ اي ادبرها. اوكي ان شاء الله. انا عندي جوائز كارتات ابو العشره وعندي $50 يعني ماني. نعم. كاش ماني. اوكي نعم. في تدخل لي بالرهان على $10 لو على $50؟ $50. $50؟ اي اكيد اكيد. زين ايش تتوقع بس شنو الرهان على شنو؟ عندك هذا شنو؟ هذا فرجال. شنو؟ فرجال. هذا فرجال. اوكي فرجالك يشتغل عناية تلزق مضبوط؟ اوكي اياته اياته. اوكي قاصر. وهاي عندك جامع؟ نعم. مشجرة. 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 شو تريد من عندي؟ قص لي فتحة وساحبة مثل هاي. مشاهدينا الكرام حتى يشوف المشاهد، ابو حسن يقول افتح لي فتحة وساحبة مثل هاي. ما يخاف اذا شوي بيها فطر عادي ماكو مشكلة، بس المهم ما تنكسر. اذا فطر يعني معناته مو صحيحة. لا. احنا نريدها. اوكي ماشي. اوكي اوكي بس في حال راح حتى يكون الرهان مضبوط. أيه. اذا فطر من كسره الجامع اعتبر تعادل، يعني ما راح تخسر ولا اخسر. أيه. اذا صار بفطر قليل هي لو تنفطر لو تطلع صاحيه هي بابي. لا ليش؟ بالعكس احتمال تنكسر. مو انا بغشين مصلحه. اي لا لا ما تنكسر. انت ابو مصلحه مبين. لا مو ابو مصلحه. اوكي مو اتفاق ان شاء الله. اذا بفطر تعادل ما تخسر ولا اخسر قدامكم يا جماعه. واذا فتحتها راح تخسر الـ50. واذا ما فتحتها الجامع راح انا اخسر لك $50. اوكي نبدا الرهان. اذا وين $50 مالتك؟ $50 هاي. هذا $50 مال ابو حسن مشاهدينا الكرام، فشي يعني فقره جديده. هذا $50 تفضل. الاسم بالخير؟ حسين. حسين ابو علاوي. وانا هسه راح اعطي لابو علاوي $50. راح تكون انت الحكم ماشي؟ لو انا افوز لو هو يفوز زين. انت قلت لي ابو علاوي. ابو علاوي تهزم الـ50. شنو رايك منو راح يفوز هو لو انا؟ هو اكيد ان شاء الله. طبعا قلبي قام دب 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 قام يدق وتعذرني. صعبه صعبه ما تدبر صعبه. جمهور الحبيب انتم شاهدين سمعتوا الحكي والكلام اللي صار. اوكي ابو حسن وعلي الدلوي خلينا نشوف راح اقدر افتح الجامع لو ما اقدر. ابو حسن شو اريد من عندك؟ تلزم لي المايك هكذا. مشاهدين الكرام انطي شو يسمون الخبز الخبازه هذا الفرجال اول شيء وين مخليه؟ على 18.5. اوكي قبل كل شيء نجري خلينا نشوف الفتحه دقيقه. اوكي زين تخلي لها تفله لو ما تخلي لها؟ لا هذا كبس. اوكي ماشي مشاهدينا الكرام راح نجري العمليه. الله يبعدكم عن العمليات. بشوي قرب المايك علي ابو حسن. راح ابدي افتح الجامع. بس عندك المفروض نفط. وين النفط؟ اعطيني النفط. ليه ابو مصلحه خسر 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 خسر. خلي 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 علي. مشاهدينا الكرام يلا فر راح مالك علاقه. يلا روح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هي قصيت. هسه هو عندي نوع من يعني نوع ما من الارتباك بس شو نسوي؟ دقيقه انا اريد اصغرها. مشاهدين الكرام مثل ما تشاهدون فتحت فتحه ثانيه. راح شو نسوي؟ اقول انطيني الى المازه مو يسموها؟ خسر ابو حسن خسر خسر ابو حسن. لا قبل كل شيء ايش راح اسوي؟ ندقدق. قرب المايك. بسم الله. هسه ايش بقى عندي؟ اخ يابا تعبت. الفقره الثانيه لازم الواحد يكون شويه حساس. بس احنا قلنا حتى اذا تنفطر عادي ماكو مشكله. يا اللي عنده جام مال البيت يريد يسوي جاهز انا موجود ترى. يا الله لو اخسر لو اربح. ابو حسن لحد الان شو تقول؟ احكي لي احكي لي احكي لي احكي لي شو تقول؟ اربح لو اخسر؟ لا تربح ان شاء الله. والله اربح.
اربح وخوش يربح. مشان الكرام لازم شويه بحساسيه على كيفه، لانه تعرف هذا جاء مو حديد. لا شلون تريد تخسرني؟ ليش ابويا ليش؟ وانا ام اخوك الصغير. دوقعي الله الله. مشاهدينا الكرام ربحت $50 وخسر ابو حسن. هاني هسه راح اسالك سؤال، اذا جاوب عليه اوكي، اذا جاوب عليه راح شو اسوي؟ ها؟